الآن أنقل الكلام إلى الجهة الأعمق، إلى الجذور، جذور المشكلة، وأبدأ حديثي بهذا السؤال، لأن الكلام المتقدم كان في الشطر الأول أو في الشطر الثاني هو لتسليط الضوء على ملابسات الموضوع، لكن الجوهر هنا السؤال: هل يمكن أن يتحقق الإصلاح في العراق؟ وهذا السؤال الجوهري. الآن المظاهرات موجودة وأجواء المظاهرات، المرجعية موجودة وأجواء المرجعية، الحكومة موجودة وأجواء الحكومة وادعاءات الحكومة والحزم الإصلاحات وسمي ما شئت. السؤال: هل يمكن أن يتحقق إصلاح في العراق؟ هل يمكن أن يصلح الوضع في العراق؟ وأعتقد هو هذا السؤال الجوهري. أنا أتحدث عن رؤيتي، لا شأن لي بالآخرين، وكما قلت قد يصف البعض هذه الرؤية رؤية تشاؤمية، سوداوية، سمي ما شئت، رؤية محبطة بحسب التعابير التي يتداولها أهل السياسة وأهل الإعلام. أنا أقول من المستحيل أن يحصل ذلك، ليس من الصعب، من المستحيل. قد تقول كيف؟ أقول: الإصلاح ألا يحتاج إلى مصلح؟ أين هو المصلح؟ من هو المصلح؟ المصلح من هو؟ أنت الآن عندك ثلاث مجموعات، ثلاث جهات: المرجعية، الحكومة، المظاهرات، ويمكن أن تضيف إليها مجموعة رابعة: الإعلام، لأن الإعلام أيضا جهة مؤثرة، لكن لن تصل إلى ذلك الحد من التأثير الكبير. فأنت بين المرجعية والحكومة والمظاهرات، زائدا نضيف الإعلام. أين المصلح؟ من هو المصلح؟ أنت إذا كنت تبحث عن إصلاح، فمن هو المصلح؟ أين هو؟ فلنفترض أن المصلح موجود، لنفترض، نقول المصلح إذا كان موجودا، أول صفة في المصلح أن يكون قادرا على تشخيص المشكلة. يعني الآن إذا كان الطبيب ليس قادرا على تشخيص المرض، هل يستطيع الطبيب أن يعالج المرض؟ لا يمكن. أنت الآن جئني بطرف من الأطراف المتصدية لهذا الموضوع، شخصت المشكلة، أين هي المشكلة؟ الآن كل الحديث الذي يدور، إن كان في بيانات المرجعية أو بشكل عام في المؤسسة الدينية، لا أحصر الكلام في المرجعية فقط، في المؤسسة الدينية، في بيانات المرجعية أو في سائر خطب الجمعة أو على المنابر، حتى على المنابر الحسينية يتحدثون، في المؤسسة الدينية، الخطاب الموجود في المؤسسة الدينية، وباعتبار أن المرجعية هي رأس المؤسسة الدينية، خطاب المؤسسة الدينية بكل مستوياته يتحدث عن أي شيء؟ يتحدث عن الفساد، ويتحدث عن الفشل. ونفس الشيء
الموجودون في الحكومة أيضا حينما يتحدثون أيضا يتحدثون عن الفساد والفشل، والمظاهرات أيضا تتحدث عن الفساد والفشل، والإعلام أيضا يتحدث عن الفساد والفشل. يوجد شيء غير هذا؟ أنا لا أدري. أنا بالنسبة لي من خلال تتبعي الذي أسمعه في خطابات المرجعية خلال حين أتحدث عن خطابات المرجعية، يعني الشيء المعروف في الساحة العراقية خطابات الجمعة في العتبة الحسينية هي التي تعكس رؤية المرجعية. خلال السنوات السابقة يعني الدورة الثانية لنور المالكي هذا الخطاب كان يتردد في خطب الجمعة أيضا عن الفساد والفشل، يعني خلال سنين هذا الكلام مطروح، والآن يطرح على مستوى الإعلام على مستوى المظاهرات، ونفس البرلمانيين أيضا يتحدثون والبقية في الحكومة يتحدثون. أنا لم أسمع شيئا غير هذا. أنا أقول الطبيب الذي لا يكون قادرا على تشخيص المرض ويتصور أن أعراض المرض هي المرض، هذا ما هو بطبيب ناجح، هذا طبيب فاشل. الفساد والفشل هذه أعراض مرض وليست هي المرض. يعني الآن إذا مثلا الإنسان يصاب بمرض معين من جملة أعراضه الصداع، يأتي الطبيب فيعالج الصداع، هل يعالج المرض؟ المرض باق على حاله، الصداع أحد أعراض المرض. المرض ما هو الفساد ولا هو الفشل. وبالمناسبة الفساد موجود في كل مكان، موجود حتى في الدول المحكومة بالمؤسسات، الفساد موجود الآن في الدول الأوروبية، موجود الفساد، لكن بأي مستوى بأي حد، كم له من التأثير، كم له من الإضرار، ذلك أمر آخر. موجود ولكن لا يشعر به الناس، موجود الفساد في كل مكان. مثل ما الأمراض تتشابه في الأعراض، يمكن أكثر من مرض أحد أعراضه الحمى، لكن إذا أصيب الإنسان بالحمى لا يعني أنه أصيب بالمرض الذي تم تشخيصه بشكل خاطئ، لأنه أكثر من مرض من جملة أعراضه الحمى، من جملة أعراضه النحول، من جملة أعراضه التقيؤ، وهكذا. الآن موجود الفساد في كثير من دول العالم، في دول الخليج، في دول المنطقة موجود الفساد، ولكن توجد حالات فساد هنا وهناك، إما أن يسيطر عليها أو حتى لو بقيت فآثارها محدودة. العراق مشكلته أن الفساد ظاهرة عامة، فارق كبير بين أن تجد حالات فساد تحتاج إلى إصلاحات، هذا الفرق بين الإصلاح والإصلاحات. في بلدان العالم يمكن أن تجد حالات من الفساد، هذه الحالات من الفساد تعالج بإصلاحات. أما الفساد في العراق، الفساد في العراق ظاهرة عامة، وحين يكون الفساد ظاهرة عامة فنحن بحاجة إلى إصلاح. الفساد والفشل أعراض مرض، وليس المرض في العراق هو الفساد ولا هو الفشل. إلى الآن أنا لم أسمع من أحد أنه شخص المرض، الجميع
ومنذ سنوات يتحدثون عن أعراض المرض ويصفون علاجا لأعراض المرض. أنت حين تذهب إلى طبيب، أليس أول خطوة يبدأ بخطوات عمله لتشخيص المرض ويحاول أن يستكشف المرض من خلال أعراضه؟ الأعراض أيضا لا تشخص المرض بشكل دقيق، بشكل احتمالي. أين يذهب الطبيب؟ يحاول أن يذهب إلى جذور المرض، إلى أسبابه، من أين بدأ. العلاج الصحيح أن يذهب المصلح إلى الأسباب، إلى الجذور، ويبدأ بعلاجها. أما أن يكون العلاج فقط لأعراض المرض، المرض باق. أنا أقول لا يوجد مصلح. الدليل أنه لا يوجد مصلح، لا يوجد أحد شخص المرض، الجميع يتحدثون عن أعراض المرض، يتحدثون عن فساد وعن فشل. هناك واضح، هناك فساد إداري، فساد أخلاقي، فساد مالي موجود في العراق، في الحكومة العراقية، وهناك فشل واضح، فشل حكومي، لأن الحكومة ما هي وظيفتها؟ الحكومة وظيفتها واحد، إدارة الدولة، لأن الحكومة شيء والدولة شيء، باعتبار المفترض أن هذا النظام نظام ديمقراطي. في الأنظمة الديمقراطية الحكومة شيء والدولة شيء، في النظام الدكتاتوري الحكومة والدولة شيء واحد. هذا في زمن صدام. نحن الآن المفترض بحسب الدستور أن النظام في العراق نظام ديمقراطي. في النظام الديمقراطي هناك فصل بين الدولة والحكومة. الحكومة ما هي وظيفتها؟ وظيفة الحكومة أولا إدارة الدولة، وثانيا بناء الدولة، يعني برامج التنمية. الحكومة العراقية من بعد السقوط وإلى يومك هذا ماذا كان أداؤها؟ أداؤها الفشل، فشلت في إدارة الدولة وفشلت في بناء الدولة، وهذا هو الفشل الحكومي. فهناك فساد وهناك فشل حكومي، ولكن هذه يا جماعة أعراض. المشكلة ليست في الفساد ولا في الفشل الحكومي، هذه أعراض. أنا لحد الآن لم أسمع أحدا من الجهات المعنية تشخص المرض. كل الذي يطرح هو حديث عن أعراض المرض، فكيف أستطيع أن أقتنع، وكيف يمكن أن أقتنع من أن إصلاحا سيحدث في العراق ولا يوجد مصلح؟ والدليل لا يوجد مصلح، لا يوجد أحد يشخص المرض. لذلك أقول لا يمكن، مستحيل أن يتحقق الإصلاح.